المهرجان ما بيحصلش على عروض اولى لان ما عندوش سوق، صحيح. ما عندوش اي دور في الصناعه نفسه. فالمهرجان بقى يعني معمول مجرد عشان نعرض افلام ونقول للاعلام المحلي احنا هو عملنا مهرجان جامد. واحنا فالرؤيه السنه دي ان احنا معظم الامكانيات الموجوده في المهرجان، طبعا اكيد جزء منها هيروح للترويج، واكيد هنحاول ان احنا يبقى في تواجد للنجوم وكل حاجه، لكن النجوم مش بيصنعوا نجاح مهرجان. السجاده الحمراء مش بتصنع نجاح مهرجان. عرض الافتتاح وعرض الختام مش هم اهم حاجه في صحيح المهرجان، لا، في صحيح. فعاليات، في انشطه، في ندوات، في سوق للانتاج المشترك، في اتفاقيات بتحصل، في مشاريع بتدعم، في موزعين، في منتجين، في صناعه، في صناعه الحقيقه لازم تبقى متواجده بقوه السنه دي في مهرجان القاهره، عشان هو ده اللي هي يعني هيحط المهرجان في حته تانيه بعيدا عن مجرد الشغل الاعلامي.